اوكي، مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. وصلنا في شريحة رقم 50 وهي اخر شريحة معي في العلبة اللي عم نصورها. تمام، فاذا نحن بهاي الشريحة اسمها Human Bone Grinding Section. اوكي، في مقطع من طحن العظام. هلا بتستغرب شو خص طحن العظام، شو حستفيد اذا شفت العظام مطحونة يعني. اوكي، هلا اللي تبين معي من البحث، طبعا انا ماني طبيب ولا اني واحد بيفهم قصص الاحياء، بس صراحة الشغله هاي علاج جراحه اكثر، زي ما فهمت على الانترنت، يا رب ما نكونش مغلطين. اللي فهمت انه يعني بس تحط كلمه بون جرايندينج تحاول تفهم معناها، معناها البون معناها عظم وجرايندينج معناها طحن. تمام، طحن بشكل عام بغض النظر شو عم يفهم. فطلع هيك شخص هاي، فبتحاول تدور اكثر وتضيف اشياء العلاقه بالتشوز بالسكشنز مش عارف شو بالاقسام بالقاطع. تبين انه مثل ما حكينا لها علاقه بالجراحه، واللي عم بصير الصوره اللي قدامنا هاي فيها شيء بنسميه بمطرح اللون البنفسجي المشار اليه باللون البنفسجي اسمه سينويدال سينوس. سينويدال سينوس سينوس حسب الترجمه بالعربي معناه جيب الوتدي. اوكي، لاحظ كيف في عندك هيك زي جيب صغير من تحت. اوكي، هيدي هيك، اوكي، في عندك شيء هيك من تحت. تمام، وش اسمه فيها جيب. تمام، هلا هو عشان يقدر يوصل الجراح للورم من هيدي المطرحه، اوكي، بحتاج يكسر من هذيك الناحيه من العظم. تمام، فبيبقى هذا الفتات اللي بيطلع معانا. ماشي، فطبعا هاي العلاقه من اي، مش اي جراح بيعملها، جراح يعني اختصاص اعصاب. تمام، ف اذا هي هون القصه متعلقه بجراحه اعصاب قاعده من الجمجمه، يعني تحت بالجمجمه العصب تبعها من تحت، اذا دفعت عليه يمكن بفوت لهون هون. اوكي، فقاعده الجمجمه نفسها لانفت لها، ما بدي اكسر هاي لاقدر افوت لجوا يشيل الورم اذا كان في ورم. تمام، فاذا من حيث من جنب الجيب الوتدي، اوكي، بقدر افوت. تمام، فهي القطعه اللي احنا راح نشوفها او هلا بدنا نشوفها. تمام، اوكي، خلينا نعلي الاناره. نفتح بس الاناره شوي من تحت. خلينا نفتح الاناره كليا. شو هذا؟ المهم هي لانه صايره غامقه، فقد ما علي الاناره فيها ما بكفي. تمام، ماشي، هي كتير غامقه. هلا ما قلنا غير بس نلعب شوي بالفوكس تحديق. تمام، واظبط بالالوان شوي. تمام، احنا بنشتغل. اذا راح اخذ الكاميرا نفسها اعمل على فلاتر، ازيد لها فلتر الوان. اوكي، ونصير نوضحها، نحط القمر نصير نعليه شوي تبين تبين الالوان. نوقف القمر شوي. اوكي، برايتنس يعني اوباسيتي. اوكي، خلينا نغير نشوف اذا حطيت اخضر انا اي لون اخضر معين. لا، تمام، ماشي، خلينا نستخدم ديفولتس، نعلي القمه شوي، الصوت تبع هذا، فرق اللون، بطل هذا حتى باين الالوان اكثر. تبين. اوكي، تمام، خلينا نوطي بس السطوع اللي حوالين هذا لانه هذا لازم حتى تبين. اوكي، هذا صار احسن. شايفين كيف؟ فهاي من الجمجمه، تمام، مقيومه شافه. ماشي، على طول العادة بتشوفوا دائما الشرائح دائما السابقة، نحط التعليقات عليها الكتابة
بالابيض، بس هون لانه بسبب الالوان ما زبطت معناه، فابيض حطينا اسود. طيب خلينا نعلي الزوم. خلينا نزيح شوي الضوء، بدي وطيه صار. اوكي وافتح الضوء من كتير هيك شوي، الوايت بالانس عم بلعب. اوكي تظبيط الضوء الاوتوماتيك في اظن. خلينا بس اشوف اذا حركتها على المطرحة اللي على اليمين او على اليسار. اوكي لا هو السطوع القوي عشان بيقدر يخليني، وانا بدي ضوء، ما بقدرش بلا ضوء يعني، اذا طفيتها كليا في كيف ما بقدر اشوف شيء. طيب خلينا نكبر العد. على الإنارة، انا علينا الزوم بدي إنارة انا. طبعا عم تزحط شوي هذا، بس على ما هي لانه فيها رفاص، فيها رصور، فيها سبنج جواها. فعم تزحط اكيد. بس بخفف منه الإنارة. يعني عم حاول اخلص من هذا الضوء اللي بالنص، بس يمكن بده فلتر. هذا بده فلتر، تمام الفلتر، يمكن فلتر لون اخضر بلكي بيمشي الحال. على كل، على اي حال هذا كل شيء. طيب اذا هذا هو تحت الجمجمة، شو في عنا؟ خلينا نرجع على الاربع مرات، لانه 100 مره ما عادش لها لازمه اصلا صراحه، يعني بدي اعلي وما لها لازمه. اوكي خلينا نبطل الاناره على الفاضي. تمام نجيبها هيك شوي، نقطع الضوء. تمام فهاي من الاخر شو اسمه يعني اسفل الجمجمه، كيف بيكون اسفل داخل الجمجمه من جوا. اوكي فهيك بيكون شكله. تمام فبتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهي السلسله طويله 50 شريحه. اوكي ويا رب تكونوا استفدتوا منها. اوكي ويا رب اي واحد من طلاب الطب او الاحياء يشوف، يعني ان شاء الله يكون يستفيد منهم كمان. يعني احنا ما قلنا كثير، مثل ما باكد دائما انه انا ما لي دعوه بالموضوع غير انا شخص بحب يصور. فا يمكن يقولوا ليش ما ليش غير تصور هيك شغلات، انا بدي اصور شغلات غريبة عجيبة صعب الحصول عليها. فا اياها تمام، فبنشوفكم، باي.